اليوم راح يعكس الدنيا عندي، لأن الدنيا صارت معكوسة خلال الأيام اللي طافت. راح أتكلم في مواضيع أخرى، بس لازم أستقبل ضيفي. ضيفي اليوم مو ضيف عادي، ضيف شغل الدنيا بالأيام اللي طافت، بالسلب أو بالإيجاب. الآراء حوله انقسمت بين مؤيد وبين معارض. هل هو بريء أو مجني عليه؟ هل هو الناس فاهمته غلط، أو إن تلقائي تمرات اللي زيادة عن اللزوم الطيحة في مواقف هو بغنى عنها؟ ضيفي الكل ممكن يختلف معاه، بس الكل يحبه أكيد. ضيفي اليوم عبودك. يا حبيبي أنا الحين لازم أطلع التلفزيون. الحين لا طالعني، مالك شغل بالتلفزيون. هذا الساعة قل لي. سلامات.